يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المزارع التي تقوم بتربية الدواجن تطعم الدجاج بلحم دجاج ميت تجعله على هيئة مكعبات صغيرة، فهل يجوز أن نأكل من هذا الدجاج الذي يتغذى على الميتة؟ لا، يتغذى بالنجاسة ما يجوز أكله. لا، الجلالة التي جاءت في الحديث وهي التي تأكل العذرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن شرب ألبانها وأكل لحمها حتى تحبس وتطعم الطاهر 3 أيام، فلا يجوز أكل ما تغذى بعز نجاسة. وهذا صادر فيه فتاوى من اللجنة الدائمة. نعم.